ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. انا صفا من قناة صفا سفرة. لو اول مرة تشوفيني اعملي لي اشتراك او سبسكرايب من العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة ظريفة جدا وطعمها حلو قوي قوي، بنشتريها من المحلات من المطاعم وبتبقى غالية. هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة جدا وهتعجبك طعمها قوي قوي. هنعمل خضار سوتيه والستيك على طريقتي. دلوقتي هنبتدي هنشيل الخضار السوتيه كده على جنب لحد ما نخلص تتبيلة الستيك. هنحط دلوقتي البصل، دي بصلاية كبيرة مبشورة، وطبعا لحم الستيك عشان دي اللحمة بتستوي بسرعة. بلاش اللحم اللي هو بتاع الخضار او اللحم الضاني او اللحم ده، ما مش هينفع معانا. هنحط الفلفل على البصل، دي معلقة فلفل، نص معلقة كزبرة، معلقة بصل بودر، معلقة ثوم بودر، نص معلقة ملح. بعد كده هندعك دول كلهم كده في بعض عشان يطلع لنا ريحة البهارات مع البصل. بعد كده دول معلقتين لبن هنزل بيهم هنا كده، ودي معلقة خل. ليه الخل؟ عشان تطرلنا الوصفة. ودي نص معلقة صويا صوص. ليه حطيت صويا صوص؟ عشان اللون، عشان يدينا اللون غامق كده وحلو، وطبعا طعم الصويا صوص في اللحمة بيبقى حلو جدا جدا بالشكل ده. خلاص خلصت التتبيلة، هحطها دلوقتي في التلاجة لمدة ساعتين عقبال ما اعمل الخضار السوتيه تكون اتبلت معانا وبقت حلوة جدا. دلوقتي هنكمل مع بعض الوصفة. دلوقتي هنعمل بقى الخضار السوتيه. معايا كوسة، دول حوالي 3 حبات كوسة، ودول جزرتين متقطعين بالشكل ده، والكوسة برضو، دي فاصوليا خضراء، ودي فلفل الوان احمر واصفر، واي اضافات طبعا انت عايزه تضيفيها بتضيفيها. الوصفه دي تنفع طبعا للي بيعملوا دايت، حلوه جدا، وهتجربيها بالطريقه دي هتعملي خضار سوتيه كل يوم لانه طعمه بيبقى تحفه تحفه. ومعايا دي يا دوب يعني نص معلقه كده زبده، يعني مش كتير خالص، هي بس عشان متقطعه بالطريقه دي فباينه ان هي كتير، بس هي مش كتير خالص. دلوقتي هنزل بالخضار السوتيه كله، اول هنزل بالجزر بالشكل ده، هشوحه كده تشويحه الاول عشان الجزر بياخد سوا اكتر. بعد كده هنزل باللي بعده اللي هو الكوسة. بعدين هنزل بالفاصوليا. الفاصوليا دي كانت في الفليزر عشان كده نزلت بيها. تالت حاجة، لو الفاصوليا جايباها طازة انزلي بيها في الاول لان الفاصوليا برضو بتاخد وقت في السوى. واخر حاجة هيبقى الفلفل الالوان عشان بيستوي بسرعة. افضل اشوح فيها كده. بصوا حتى الزبدة اللي انا حطاها مش باينة يعني خلاص. وانا بشوح كده هنزل بالفلفل الاسود، دي نص معلقة فلفل اسود. بعدين هنزل بمكعب المرق، ده مكعب مرق واحد، وطبعا مش هنحط ملح لاننا حاطين مكعب مرق. هنزل بقى بالفلفل الالوان، هنزله تقليبه كده حلوه. والله الخضار السوتيه ريحته تحفه، ريحته جميله جدا. انتوا مش بتحبوا تعملوه عشان بتحس ان هو مسلوق وطعمه مش حلو، لا اعملوه بالطريقه دي هتعجبكوا قوي. دي نص معلقه زعتر ناشف، بيبقى كده معايا بالشكل ده، هعمله كده افركه اهو، ريحته بقى تبقى حلوه قوي قوي. هديها تقليبه كمان. ده بالظبط فص ثوم، فص ثوم مفروم. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بربع كوبايه ميه على الخضار كده اهو، بعدين هديله تقليبه وهغطي عليه واسيبه يستوي. اول ما امسك الكوسه الاقيها استوت معايا وبقت طريه، خلاص هي وكده يبقى استوى.
وادوق برضو، لو محتاجه شويه ملح ازودها شويه ملح. دلوقتي هنكمل بقيه الوصفه مع بعض. دي الستيك اللي احنا عملناه وقعد ساعتين في التلاجة. دي اي حاجه بقى عندك، طاسه، صينيه، جريل، اي حاجه حطي فيها معلقتين زيت بس. وهننزل كده بالستيك بالشكل ده، وهننزل عليه بالصوص بتاعه كده عشان الصوص ده بيدينا كرمله حلوه جدا مع الستيك بالشكل ده. بصوا بقى اللحمه اخدت معايا لون حلو جدا اهي، والتتبيله نشفت معايا خالص، والميه بتاعت اللحمه نشفت خالص. دلوقتي هنزل بربع كوبايه ميه على الجناب كده بالشكل ده، واطلع بقى الصوص اللي في الجناب كده، اعمل اللحمه كده معايا اهو كده. بصوا اللحمه شكلها عامل ازاي، حلو جدا اهو. دلوقتي خلاص كده هغطي عليها، بعد كده هوطي النار واسيبها تستوي مع نفسها لحد ما تشرب الميه اللي فيها دي، وهتبقى استوت معانا. وبرده نشوفها بالشوكه لو لسه محتاجه سوا نحط لها شويه ميه صغيرين كمان، بس هي هتستوي معانا ان شاء الله بعد ما تشرب الميه دي. وبعد كده نقدمها مع بعض وتشوفوا الشكل النهائي باذن الله.